ساتر عليك، وشغل شغل شغل شغل، واحد ما بيصدق ياخد بريك. ده انتوا فظاع. سطر عليكوا. وحشتني قوي. مش ممكن. ايه الحاجات دي ما تدخلش في اوضتي ولا في بيتي ابدا. مش ممكن ابدا انا ما اكلش الحاجات دي ابدا. ليه يا ست؟ ما كل الناس بتفطر فول وطعميه، ولا انت شكل تاني عن الناس؟ اوه انا مش شكل تاني، انا انسان، بس انا عندي حاجات كتيره وجعاني بطني، الكبد والمراره والخولون، وممنوع البقولات، كل دي بقولات. الله ايه؟ بقولات الحاجات الناشفه زي اللي انت بتاكليه، والحم ده بتوع الحاجات التانيه اللي بيقولوا ها ها، ده اللي انت بتاكليه ده حرام. لا ده خلقة ربنا، الواحد ياكل اي زرع من خلقة ربنا، ويلبس ايده والشبطه انت حر، ياكل على نفسه ينفع درسه انت حر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتي سوسكا سوسكا يا حبيبتي يا جميلة، يا حبيبتي يا حبيبتي سوسكا. يا ولاد اللذينة، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ عملنا لك بومبا بومبا. حشيني. ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي وقع مني؟ مالناش دعوة، ايه اللي وقع بقى طعمية مالناش دعوة. انت قاعده بصلي في اللقمه، انت بتعملي ايه؟ باكل الطعميه بتاعت زمان ولا بتاعت دلوقتي؟ مش عارفه يا سوسكا، ما دقتهاش، يمكن تكون زي بتاعت زمان. اه والله في حاجه ريت. زي بتاعت زمان؟ لا ما فيش. احنا 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 وحشتيني. انت وحشتيني كمان قوي قوي يا اسعد حبيبه قلبي. ازيك؟ عامله ايه؟ هاتي حضن، هاتي هاتي، تعالي الناحيه دي عشان وشك يبان. فكره زمان يا اختي، زهقوا من وشي وما عايزين وشي. لا يا حبيبتي لا. اخبارك انتي ايه؟ انت جميله. ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ بطلتي تاكلي طعميه والحاجات دي ولا ايه؟ يا ريت. جالي بلاوي. لو والله منكم منكم يعني بكي زهان مش تاكل منك انت بالذات. ازيك يا سعاد؟ ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. الناس انت يعني وحشاهم بجنون. والله والله العظيم بجنون. اهلا اهلا. شوفي كلميه. ده انتوا لسه انتوا شفتوا حاجه؟ والله يا لسه هتعمل فيا عمايل. وحشتوني 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 يا حبيبتي. سهير حلمي ابراهيم البابلي، بنت دمياط. ممكن تقول عنها بكيزة او سوسكا زي ما تحب، بس هي بتحب التمثيل من ايام الثانوي والضفيرة ومسرح المدرسة، وحبها ده هو اللي خلاها تدخل المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت. مشوار طويل قوي وأدوار حلوة قوي في السينما، مثلاً مع عبد الحليم حافظ تلاقيه قصاد سعاد حسني موجودة، مع عم فؤاد كان ليها حضور وطلة، بس عشقها الحقيقي كان مسرح، من المسرح القومي لمسرح القطاع الخاص، رحلة نجاح قطعتها سهير أو بكيزة أو سوسكا بكل الحب والإخلاص. هقطي إيدك. جمهورها بيضحك من قلبه كل ما بيشوف مسرحياتها، كل ما بيتفرج على أفلامها، كل ما بيشوف مسلسلاتها. بكيزة هي وكنت أنا زغلول. مين ينسى الشغل مع ناس ضحكتها من القلب ومحبتها طرحة ورود في حياتنا؟ هي دي سهير البابلي اللي أنا أعرفها. الناس انت وحشاهم بشكل مش معقول. الحمد لله. واكتشفت ان الاجيال الجديده دي اتفرجت على بكيزه وزغلول والفيلم والمسلسل اكتر ما وقتنا اتفرجوا. والله يا السعاد قالوا لي من شهر، يا مدام سهير نفسنا في حاجه زي، سبحان الله سبحان، حاجه زي بكيزه وزغلول. طول الوقت بكيزه. ايه الجمال بتاعها ده؟ الصدق بتاعها ده؟
شوفي انا النهارده سعيده قوي انك انت موجوده، وسعيده كمان اننا يعني عايزين نفتكر اعمالك. انت اللي مؤلفه؟ اه متاكده؟ والله العظيم انا ما انت كنت بتقعدي على ايدي، مش انت ده طلبك انت اصلا؟ مش انت اللي جيتي مره عندي؟ قلت عايزين انا وانت. قلت لي انا عايزه اعمل الايدي الناعمه على ستات. أيوة بالبلدي كده. ايوه صح. ايوه طب فاكره ايه اللي حصل؟ يا سلام، قعدتي احنا عملنا فيها ايه في الاول؟ شوفي احنا قعدنا اشتغلنا، وبعدين انت قلتي انا اعرف حسين القله وهجيب. أيوة. تعالي نروح نقول له هنعمل المسلسل. أيوة. ده خلاص رحنا انا وانت قابلناه، كان مكتبه في الزمالك. ايوه فاكره. أيوة. طيب قعدنا معاه وادينا له ورقه، نقول بقول لك ايه انت بقى، مش انا لسه بقى عامله كده. أيوة. وانت اللي سحباني. فقلت له احنا عاملين مسلسل، لو سمحت اقرا الورق. ايوه وقول لنا رايك. بكيزه هان قرا الورق، لو تفتكري كان عنده واحد زي مستشار فني. أيوة. سمير ايه؟ سمير مصري. ايوه حاجه. قعدنا مع سمير نصري ده بعدها يمكن باسبوع او حاجه. فقال بصوا انا قريت الورق. قال له غلابه بقى ناخدها. لا قال الاول، قال ما كانش عاجبه المسلسل. قال كوميكس كده، عامل زي الكوميكس، عامل زي توم وجيري. طبعا. فقلت له بالظبط، برافو عليك، احنا عايزينه توم وجيري، احنا عايزين العلاقه بين النقيدين دول نعملها على ستات. وده اللي وكان وقتها حسين القله بينتج عصفور النار. ايوه فاكره. ما شاء الله عليك. ما انا عارف، انا فاكره لان كان التزامن بتاع هم بيصوروا في عجمان افتكر. واحنا بنصور في مصر، فكان الفرق عند حسين القله فظيع، بيعمل عمل جد جدا جدا اسمه عصفور النار والهلس اللي احنا بنعمله. فاما قلنا كده حسين قال انا عاجبني، وابتدينا نشتغل. رحنا اول ما صورنا في البيت اللي احنا صورنا فيه المسلسل، الفيلا اللي كانت في ميدان المساحه. ايوه ايوه. ايه بقى فاكره؟ إيه ميدان المساحه اللي دلوقتي فوق بعض. شوفي كان فاضي ازاي. الفيلا والباب العريض تحت والريسبشن اللي يجنن بالسلالم. اللي حصل فيها بلاوي. كل ال... لا جميله جميله. وبعدين عملنا الفيلم. بس انا عايزه ارجع لورا بقى قوي. انا الناس يعني الشباب الجديد، قولي جيلنا احنا عارف. الشباب الجديد عايز يعرف سهير من اول الطريق، سهير من ايام المسرح القومي، سهير الرحله كلها. فعايزه فانا مثلا قلت ايه، قلت اجيب لك شويه مشاهد. يعني مثلا لو انت فاكره مثلا من بدايه من نرجس مثلا او برنارد ألبا، او ده كان مسرح الكوميدي كمان. وايه كمان؟ بيت برنارد ألبا. واعتقد عملتي الدغري. لا عملتي الدغري. طيب يبقى عملتي القضيه. القضيه كنا لسه صغيرين. في المحكمه. وبعدين ابتديتي تخرجي بقى من اطار القومي في البطوله المطلقه بتاعتك في النرجس. حتى زملائي في مدرسه مشخبين لما يتغاظوا مني يقولوا يا قومي والله في قلب المسرح. لما اعملها قوي يعني ان انا ايه لسه خارجه من القومي. فكان لغه عربيه ولغه ايه وايه، فكانوا ينادوني عادل وسعيد يا قومي. الله يرحمه احسن اليه. ازاي عملتي النقله دي من نرجس وانت عامله بقى مجد مسرحي كتير؟ وبعدين فجاه راح على الفنانين المتحدين. مين بقى اللي كلمك؟ سمير. او جاي سمير خفاج. سمير خفاج. اوكي. وبعدين لان هو كان يعني عرفني طبعا انا ممثله وان انا كوميديانة كمان. هو سمير مخه رهيب. الله يمسيه بالخير. الله بالخير. يا رب يديله الصحه ان شاء الله. لا حلو حلو. مفيش حاجه تخضيش، انا مش عايزاكي تتخضي خالص. لا مفيش خضضان. انا طبيعيه جدا في تمثيلي، حتى في التراجيديا ان انا اقعد واعمل لا ما عنديش ده. اسلوبي فيه كوميديا. يعني اشرحي للناس انا عارفه. القائي للكلام فيه كوميديا. فيه كوميديا. يعني مهما انا ساعات ليا كلام تراجيديا دراما رهيبه بتضحك. حضرتك. فانا اضحك. وانت اول واحده بتضحكي. طبعا عليك. انا ببوظ حضرتك. فمن هنا لما انا خرجت سمير خفاجه ومين ومين كتير. لازم تيجي في المتحد. بايه؟ لو فاكره بمدرسه مشاغبين الاول. طبعا.
الخير يا حضرة الناصر. خير. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. أنا الناظر، أي خدمات؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. مساء الخير. أنا معايا شرابات حريمي آخر حلاوة. صباح الخير. نعم. صباح الخير. ليه؟ لا أبدا، ما فيش حاجة. كانت حاجة غريبة انه سهير البدري مع عادل امام وسعيد صالح، ما هو كانوا بيقولوا يا قومي لما بحر شوية واقول ولماذا، مرة ساعات بقول لماذا عشان تضحك والناس بتضحك، يقوم سعيد الله يرحمه يقول يا قومي يا قومي، يعني مسرح القوم. فمن هنا انا كوميديانة، انا حتى في العيلة كوميديانة، حتى معاكي لما انا عرفت كوميديان هنيجي لده هنشرح بلاوي بقى. يعني الحقيقة حياتنا، حياتي يعني كانت ضحك ولعب وجد وحب، كل ده. سوري بقى. احكي لي لما انتوا بتعملوا البروفات، هم هايبينك الاول شويه وعاملين نفسهم جد يعني، او يعني مسرح قومي عندهم سمير خفاك. فانت دخلتي ابتديتوا تشتغلوا، وكانوا ساعات يتراهنوا ان هم يضحكوكي على المسرح. ايه بقى كانوا بيعملوا ايه؟ انا اللي بضحكوا. انت اللي بتضحكي؟ والله. ايه احكي. يتفقوا بره كذا كذا كذا، فانا اقف بس اقف وابص لهم او اروح لسعيد. كان يموت على روحهم، يقولوا مش متصورين اللي قالت من بالباب ايها المهاب ومن واني توقف قدامنا وضحك. انت ما عندكش فكره عن بهجة الاباصيري بقى ولا ايه؟ لا ده انا عندي فكره قويه جدا، ده انا جايه مخصوص عشان انا. ايوه عشان بهجة الاباصير اللي هو انت. الله، دي جايه من السلطه يا جدعان. ايه يعني هتعملي ايه يعني بقى؟ اوري لك اعمل ايه يا بهجة؟ ايه هتعملي ايه؟ هقسمك نصين من هنا. نصين؟ نصين من هنا؟ من هنا اهو. طب اتجوز ازاي انا بقى؟ نصين ايه يا جدعان؟ ده بالله انا مدرسها من المذبح يا جدعان. الله، وامشي بقى انه نص فيهم انا بقى، ماليش دعوه، ابقى بالنص الفوقاني ماشي لوحدي ومتاح، واغير على النص التحتاني بقى. ايه يا اخوانا ده يا اخوانا، ما تشوفوا لنا حل يا جدعان، واحد نصين والتاني دراع وطهار، هنتخرج من الثانويه على التاهيل المهني عادي. انت عايز ايه؟ نعم، انت عايز ايه بالظبط؟ فهمني انت عايز ايه يا بهجة يا بصيري؟ الذوق ما منفع ايه مالك يا واد؟ سيب الجدع، سيب الجدع يا شيخ. نعم، عامل لي فتوى يعني ما حدش قادرك؟ قعدتوا كام سنه يا سوسكا تعملوا الروايه دي؟ 7 سنين. سبع سنين بس كنتوا بتعملوا، بيشتغلوا مواسم وتوقفوا مش كده؟ مش مستمر على طول؟ لا، استمرت سنتين الاول. الاول مره واحده؟ افتكر او 3، وبعدين اسكندريه سنه. الموسم كله. وبعدين بقى اربع لما نحب نجيب فلوس نروح مطلعين. والله. يلا تلموا يلا يا حبايبي فنطوا. انت عارفه ان انتوا عملتوا ظاهره من اعجب ما يكون، انه المسرحيه دي اتصورت واتسجلت اذاعه، فالناس كانت بتاخد الكاسيت بتاع الاذاعه ده وتحطه في العربيه وتمشي في الشارع، يعني تروح مشاورها والكاسيت شغال، ويضحكوا على الضحك اللي هم مش شايفينه. وحافظين الروايه كويس، تقوموا انتوا عارضينها مسرح، يقوموا الناس يجوا برضه، يجوا كومبلي. يعني انا شفتكم في اسكندريه يمكن في اخر موسم ليكم. انا مش مصدقه ان الناس قاعده بتسمع معاكم الروايه، انما جايين ودافعين تذاكر وقاعدين. والله يا اسعاد انا ضحكت على ضحك وانا على المسرح.
ضحكت انت كنت ميته على روحك ده طول الوقت مستغربه على حاجات كده معرفش يمكن كنت مستغربه عليا ان انا بعمل ده انا كنت مبهوره بيكي انا انا اصلا انا كنت يعني برضو ما اشتغلتش لسه خالص انا كنت في الاذاعه وكنت باجي لكم في البروفات اعمل برامج الاذاعه بتاعه رمضان ايه رايك فيه انا وايناس جوهر شايلين الفكره بتاع النجره الكبيره كويسه جميله جميله زي القمر فقعدنا نفتكر الحاجات دي واحنا بنجي لكم نسجل نترازل عليكم في رمضان أيوة. ويلا سجلوا لنا برامج وبتاع وتطردونا العيال دي ما تخشش عارف نعمل بروفا ومش عارفه ايه واحنا واقفين مدام ما دي حد اجيبها ترحى تطردنا لو سمحتوا عايزين نسجل لا كان وقت جميل وحلو وفن فن جميل واحترام وكله كان احمد زكي يونس شلبي واحمد زكي كان لسه طالع اه الله يرحمه كان يجنن واقول له عندي عندي يا احمد ايه ده ولا سعيد ويونس وهادي وحسن مصطفى اللي الراجل ده اللي يعني فرغلي اللي كان الاول كان لا كان كان حسن حسن الاول كان الاول استاذ مدبولي مدبولي وكان افتكر حسن هو اللي عامل الملواني أيوة. باين مش فاكره بقى فرغلي كان ايه مش فاكره في الاخر في الاخر اخر حاجه بدله بقى لما استاذ مدبولي سابكوا ليه حصل اشكالات كان عنده ايه بره رحله يمثل فيها فتمسك بيه فاشتغل حسن الدور ورحمه وفرغلي عامل ملواني نصيب ورزق ان الروايه دي تتصور بالناس دي فتتخلد بيها حاجه رائعه والله انا عارفه المحطات اللي في المسرح الخاص يعني انت في الوقت ده كنت عملتي يوم من عمري لا عملت بدر قلبه اللغه العربيه بقى ويرمى عمل بس مش كنت انا البطل لا انا البنت الصغيره الحلوه الأرض. طب احكي لي يا سوسكا وانت في لكن المسرح لكن امينه رزق كتير وسميحة ايوب وسناء جميل ربنا يبارك واشتغلتي مع الاستاذ فتوح نشاطي واشتغلتي مع الاستاذ شفيق نور الدين احكي لي بقى ده اللي طلع دي منطقه مهمه ده كنت في المعهد هو جابني وخلاني امثل انتوا المعهد الدفعه كان فيها مين ومين سلوى محمود مين كمان قولي مش آه. كانوا بارزين لا يعني انا اللي برزت قوي من الدفعه من الدفعه دي وكان مين اساتذتك فاكره عبد الرحيم الزرقاني فتوح نشاطي علي مين كتير حمدي غيث فتخرجتي فاستاذ فتوح هو اللي اخذك وداك القوه خدوني يعني فرحوا بيا قوي المخرجين بالذات والممثلين كنت عنونه كنت اضحك كل اللي قاعدين واطلع فوق في الازبكيه في البناوير فوق المصري التي في خاطري لوحدي يعني كنت اعجوبه كنت حلوه مع زملائي قوي مؤدبه يعني ما اتخانقتش مع حد طول عمري كنت اضحك كنت احب الادوار امثلها يعني واشوف ضحك الناس من وانا على المسرح ابقى سعيده يا اسعد جدا يا يعني لسه برضه انا نيفين بنت الحاجه سوري البابلي هي بطبيعتها فنانه في كل حياتها يعني بتحب الجمال في كل حاجه مبدعه تماما في انها حتى في الكلمه في اي حركه تعملها تلاقيها مبدعه في كلمه في طريقه في حركه حتى لو هزقت الانسان بتبدع في التهزيق وبتوصل له الرساله ويعني كده اكتر حاجه فعلا بتضايق امي او سوير البابلي ان انسان يكذب عليها او انسان ينافق او انسان يجامل قوي لو كلمت اي حد فعلا هي مثلا شك فيه تفضل وراه تقول له خليك دغري عشان انت اللي هتكسب انا مش هنفعك ما تجاملنيش ما تنافقنيش اللي هيحاسبك ربنا امي على طول مواقف 24 ساعه يعني هي بتختلق الموقف يعني حد بيتكلم من كلمته بتركب عليه موقف وبتديله افيه ما حصلش حتى ودلوقتي سواء بالعصبيه سواء عايزه تضحكه سواء عايزه توصل له رساله عايزه تأدبه هي عموما مامي او سوير بابلي ما بتضحكش على حد كتير
مش سهل حد يضحكها. ممكن يضحكها حاجة بسيطة جدا جدا جدا، حاجة ما تخطرش على البال، مش شرط يكون فنان أو ممثل، أي حد تضحك. زي الطفلة لما بتتفرج على نفسها ممكن مودها، هي حسب المود، لو مودها حلو وهي بتتفرج تبقى قاعدة يعني مستقبلة حلو، وتبتدي بقى تنتقد بالراحة كده، شفت يعني فين ما كانش صح ان انا اعمل كده، ما اعرفش ايه رأيك في الحتة دي، وبعدين ساعات والله امك دي ما فيش منها، ساعات تسرح مع نفسها كده وهي قاعدة بتتفرج. الفن خدها مني؟ لا، عمر الفن ما خد سوير البابلي من نيفين أو من حبايبها. صديقة طبعاً، أنا صاحبة مامي قوي وهي صاحبتي قوي، وأختي وأمي ومعلمتي، اللي دايماً في حوارات بينهم وبين بعض هي يسرى. إسعاد برضو، شادية حبيبتنا، هي عموماً أمي صديقة قوي، صديقة لأي حد وحبيبة، يعني هي جميلة. فاكرة المسرح الأزبكية ده؟ آه طبعاً. أنت عارفة أن أنا يعني الناس اللي فوق أفتكر عملت عليها، وهم عملوا الحر الناس اللي تحت. إحنا الناس اللي فوق. كان كل الممثلين هنا. انت بتقولي لي اصلا، انت فكرتيني لما بتقولي بطلع فوق في مسرح الأزبكية. أيوه. ده فاكره مدير المسرح ده كان اسمه ايه؟ دريني خشبه. لا، كان في بقى في فتره اللي انا كنت فيها مع بنته في المدرسه، كان اسمه استاذ وحيد الشناوي. ايوه، ده كان بتاع الحسابات تحت الاول. وبعدين مسك المسرح لان ما كانش فيه حد يمسك المسرح. حد يعني محترم. فده مسكه شويه، وكان انسان حقيقي محترم ده جدا. وبعدين ابنه وجدي الشناوي هو اللي مسك الفيلم الفنانين المتحدين الى الان. صوري. شوفي الزمن. احبهم كله. يعني عشت عمر. انت امتى انفصلتي عن القومي خالص؟ انفصل عن القومي لما اشتغلت مع سمير. سمير انت عارفاه بيزن كتير قوي، لانه حبيني قوي وقال دي رهيبه. ما انت كنتي وتد رهيب. بصي عشان ما نمشيش في الترتيب، خلينا نقف اللي نفتكره نقوله. انت بتحكي تاريخ حياتي؟ ليه؟ عشان انت اهم ست في الوسط الكوميدي والمسرحي لحد دلوقتي. بكام؟ ب 45,000. عايزه ايه؟ 50 700 مليون. انت تسوي حاجه، انت ما تسويش فلوس، انت تسوي قد كده مليار مره. يا سعادة، انت مش عارفه ان انت لا تتكرري ولا ايه سيادتك؟ جسمي اشعر كله والله، حسيت بيه دلوقتي. لو النبي والله انت لا تتكرري. الحمد لله، انت حاجه غاليه قوي قوي. عايزه اقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين، كل اللي قاعدين في البلاتو واللي بيصورونا، شكرا لكم. والاسعاد انها استضافتني. يا سلام، ده انا اتشرفت. ده انت تاج على راسي حبيبتي بجد. تعالي نروح من المشاغبين، نروح مثلا على الرصيف. يا سلام، رحلة بقى مع جلال الشرقاوي. يا سلام، تانية خالص. وتتقابلوا وتروح تعملي حاجة برة. لا، دي كلها خدت جوائز، كل اللي عملته ده حقيقي حقيقي. وجلال كمان كان سندني قوي. هو تاريخ حياتي مع سهير البابلي يرجع إلى زمن بعيد. كانت هي إحدى ممثلات المسرح القومي، وأنا كنت مدير لمسرح الحكيم. الحقيقة هي كانت محاصرة في المسرح القومي بمجموعة من الممثلات العظيمات، فكانت فرصها قليلة، كانت كل سنة أو سنتين يعني ما تخطف دور بطولة. كنت بأخرج مسرحية اسمها آي ليلي قمر، واستدعى الدراما والشخصية ان انا ابص لسهير البدل. بالنسبه لها كانت فرصه انها تبقى النجمه الوحيده في مسرح الحكيم، وبالنسبه لي كانت فرصه انها قد ايه لايقه ومناسبه لهذا الدور. دي كانت بدايه التعارف. استمرت الصداقه متواصله لغايه ما جت القفزه الكبرى
بمسرحية مدرسة المشاغبين. طبعا يعني ما فيش داعي نتكلم عن مدرسة المشاغبين، كل الناس عارفة. سنة 85 رحمة الله عليه الدكتور سمير سرحان ومراته الصحفية الكبيرة نهاد جاد ومعهم سهير البابلي زاروني وعرضوا علي أن أنا أخرج لهم مسرحية كتبتها نهاد جاد اسمها على الرصيف. وده كان بداية عمل سهير البابلي السياسي معايا الحقيقة. على الرصيف كانت قد كده مناسبة لأنها قد كده متفانية وجادة وصادقة في شغلها، قد كده خشبة المسرح بالنسبة لها هي بيتها الثاني إن لم يكن بيتها الأول. أنا بأتذكر مرة على الرصيف نادهولي علشان سهير البابلي، كان الساعة مثلاً 8:30 9، سهير البابلي تعبانة ومش قادرة تتحرك. فجريت على أوضتها طبعاً لقيتها فعلاً يعني خلصانة، درجة حرارة يمكن 39:30 40 قربت، بالعرق بيتصبب بشكل فظيع، نبض قلبها متسارع جداً، الضغط مش مظبوط. فعلى طول من أوضتها كلمت في التليفون للشباك قلت لهم وقفوا الحجز خلاص رجعوا الفلوس للناس. فراحت ماسكة إيدي من التليفون قالت لها لا العرض هيتم، أنت مش قادرة يا سهير بلاش معوح فيش فايدة. وأصرت سندوها من أوضتها للخشبة المسرح وهم مثلاً 10 خطوات، وأنا وقفت في الكواليس طبعاً ومتوقع أن في أي لحظة لا قدر الله تقع. دخلت على خشبة المسرح والناس قابلوها بالتسقيف والصفافير وإذا بي أمام سهير البابلي أخرى فرسة على المسرح، طاقة إيه وحيوية إيه وتجاوب مع المتفرج بشكل غير طبيعي وغير عادي. دي كانت سهير البابلي على خشبة المسرح تنسى العالم وتصبح إنسانة مختلفة، إنسانة قادرة على أن تجعل الجمهور يتفاعل معها، إنسانة قادرة على أن تقول ما تشاء، على أن تؤدي الرسالة اللي النص بيقول لها وصليها للناس، كتلة من الحياة، كتلة من الحيوية، كتلة من النضج، كتلة من الفن. حياة سهير البابلي كممثلة مسرحية نادرة الوجود. الرصيف جت إزاي؟ أنا هما كتبوها مدام نهاد، مدام نهاد وسمير دكتور سمير، دكتور سمير سرحان الله يرحمه. وكانت مدام نهاد دي صاحبتك قوي اللي هي مامة خالد سرحان. كانت كاتبة مسرحية. اتعرفنا على بعض. انا صاحبة سمير لانه كان سمير سرحان كان رئيس هيئة الكتاب، كان يقول لي هتبقي هايلة يا ست الكل، كان دلعني قوي قوي. جت بقى نهاد وتعرفنا بعض وبقينا اصحاب قوي قوي. انا فاكرة الفترة دي جدا. وبعدين انا عرفتك بيهم يا أيوة. وانا فاكره ان انت حتى لما هي عيت كنت انت بتمر بازمه نفسيه فظيعه قوي قوي. مخلصه سهل مثقفه جدا تصبر عليا قوي، انا لساني طويل قوي، تصبر عليا وتحبني وتحضني وتدلعني الحقيقه. عملتي على الرصيف كانت بتتكلم عن العائدين من بره من الكويت بتاع الكويت على الوانيت. على الوانيت دي طبعا الناس كل مصر كلها عرفت يعني ايه على الوانيت ده. وكنت مع الاستاذ وفي ناس زعلت من الكويت، في ناس زعلت من الجمله ان انا بقول الكويت هم ما ولا عارفين حاجه اللي بيزعل يعني. احنا كلنا بلد واحده كلنا. تعال ايه يا اخوي، تعال ايه يا اخوي، هوت ايدك هوت ايدك كله بقى انا انت اللي تلعب يبقى انا اللي اتجوز. ادي اول مره اشوف مأذون بجينز. فاستيني شارلوت هولمز مجنون ولا ايه؟ ايه اللي حاصل عليا؟ النعمه مكان الطول ده في ابعال ده بياخد لبوس. لبوس. السلام عليكم. شوفي اتأخرت عليك. استنى بس اتأخرت، انت بتحلم. هو عامل شيخ. بصي احمد بدير الكاركتير ومش جميل في التمثيل، لا يا سعاد اخلاق طباعه
احمد كلهم كلهم. اه انت مش حاسه بكده انه انا مش حاسين دلوقتي؟ بس انا يعني انا اقصد اقول ان احنا طول ما احنا بنمدح في فترتنا الشباب بيحسوا ان هم مش كده. لا والله لا الشباب بيجننوا. مش كلهم. في غلطه قوي عشان كده انحدروا وتاهوا. احنا ما كناش غلطه قوي. غلطه لما حد يعني يدوس على شعره لنا. بتعملي ايه؟ وبديله بنيه على طول بطخ. دمي خفيف بضحك بحبهم قوي. في حاجه تايهه عن احمد بدير اقول له اعمل كده. هو نفس الحكايه يقول لي يا ريت يا سوسك اعملي كده. يعني كان في تعاون رهيب رهيب. ما هي الحاجات دي ما اثبتتش الاعمال تنجح. وانا وانتي ده حكايه بقى يا ربي. دي حكايه كبيره دي. دي حكايه كبيره. انت داخله بتضحكي الواحد. والله انت عارفه اليوم ده اتقابلنا ازاي؟ انا كنت عملت ميزو. ايوه. فسيد راضي الله يرحمه. الله يرحمه كل الناس. كل الله يرحمه. عارفه انا ايه الحكايه؟ مهم خايفه قوي من الله يرحمه دي. ليه؟ ليه؟ لا لا احنا تمام. احنا قاعدين. بصي اللي يجي يجي من عند الله كله تمام. طول ما احنا لسه عايشين احنا حلوين قوي. ربنا يمتعنا اخر ثانيه ان شاء الله. جالي سيد راضي الله يرحمه قال لي يلا قومي انزلي هشغلك مسرح. فانا ايه ده يعني ايه فين؟ قال لي عندي روايه اسمها الدخول بالملابس الرسميه. يا سلام لسه متذاعه. بتذاع كتير. فقومي هودي. قلت له هو انت ايه؟ قال لي احنا بنعمل بروفات فعلا. يظهر ان انتوا كنتوا بتعملوا بروفات ويظهر ان الدور ده كان في حد مرشح فيه وما جاش او جه ومشي او حاجه لان انتوا كنتوا قائمين فعلا. فخدني جابني فين عندك؟ في مسرح الاندلس حديقه الاندلس. ايوه. كنت بعمل ايه؟ كنت قاعده على المسرح وكان الديكور موجود. لا كنا بنعمل بروف. لا من غير لا ما كانش الديكور موجود. قاعده على المسرح. فانا ايه حديقه الاندلس كبير وانا داخله من المسرح كان بعيد وانت جايه من هنا. فانا شايفاكي من بعيد صغننه كده قاعده على الكرسي على المسرح وانا بقرب. فبتكبري بتكبري. بسم الله ما شاء الله عليكي. دي سهير البابلي. ايه انت مخ. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحميكي. ربنا يحميكي انت لاني فاكره انا ناسيه خالص. انا فاكره لان دي في لحظات في حياتي انا مهمه قوي. انت بالنسبه لي شفتي مني كتير يعني. بس انا ما شفتكيش اول مره اشوفك. ما انا عارفه. لا انا قصدي اقول ان اللحظه دي انت شفتي منها مني من اشكالي انا كتير منها. فانا قربت لحد ما لقيتك. يا نهار ازرق تعالى انت في ايه؟ دي سهير البابلي. قال لي ايوه اسكتي بس. وابو بكر عزت كنا كمان. بنعمل ايه؟ دخول ملابس الرسميه. كنتوا لسه بتحسسوا. أيوة بتفكوا. أيوة. الخطوات بتاعه المسرحيه. فطلعنا جينا لك وانت قاعده. فانت باصه كده شايفه سيد جايب واحده معاه. قال لك اسعاد يونس مذيعه في اذاعه الشرق الاوسط وهي اللي عملت ميزو مع سمير خفاجه. قلت لي يا حبيبتي ازاي؟ لا كنت شفت ميزو. مش عارفه ايه. كنت شفت ميزو. فبس الطريقه انا بقول ان اللحظه دي هي اللي اتولدت فيها طبيعه بكيزه وزغلول. طريقتك وانت قاعده هانم وانا جايه كمان شغاله في المسرحيه. وانت هانم. فايه الطبيعه اتخلقت في اللحظه دي. ايوه. فانا ما صدقتش ان انا قدام سهير البابلي. وكمان لسه ابو بكر عزت كان جاي من جوه ولا كان بيعمل حاجه. فتركت. لا اتوهمت. قعدنا قرينا كلام الاستاذ بهيج اسماعيل لو تفتكري. الله يرحمه ولا لا؟ لا ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. لا طب اشطبي الحته دي. انا لما كنت عندها في البيت فجاه راحت قايله لي ايه؟ هو عماد حمدي مات؟ لا على ماما كمان. على مامتي. قلت لي بقى لها 17 سنه عملت ما بتصورش في خيالي ان الحلوين دول. يلا انا لله وانا اليه. الحمد لله على كل حاجه. الحمد لله. فبس فابتدينا حياتنا بقى مع بعض. لا احنا حبينا بعض قوي واتخانقنا مع بعض قوي وصالحنا بعض قوي وكنا مع بعض وضحكنا مع بعض وسافرنا مع بعض كل حاجه. ويانا بقى الثالثه بتاعتنا الاموره. يسرى. تحبي نفضل قاعدين هنا ولا تتفضلي في الصالون؟ اتفضلي.
في الصالون. بس شيلي الطعميه والحاجه. مش عايزه؟ لا انت متاكده ده في بصل اخضر؟ لا معلش. طب بتشنجان؟ ولا بتشنجان ولا طعميه. لا بتبصبصي البتنجان. لا يمكن كلي انت. يا لهوي على الريحه. ايه انا اكل ده؟ تنقلوني. لا لا بعد الشر. يلا شيلوه بلا بتنجان بلا حاجه، ده وحش وحش. ايوه نتفضل في الصالون. يلا عندك صالون؟ عندي. امال ايه، عشان انا كبرت وبقى عندي صالون. يلا كويس. يلا بينا عقبال ما الاقي لك كده قصر. حبيبتي استضافينا فيه طبعا، ده انت تبقي على راسي وراس راسي كمان. يا روح يلا, يلا بينا. عجبك انت الديكور؟ ايوه جدا. امال تقولي حاجات على البيبان وعلى البتاع ده حلو. يعني مدفوع. فوزي العوامري. ايوه. لا لا جميل، كلاسيك جميل. انت طول عمرك بتفهمي في الديكور قوي يا سوسو. واللبس كنت بتطلعي روحنا في اللبس والله. ايوه بتعرفي تلبسي تركبي الوان. يا روح قلبي والواحد مدهول جنبك ومش عارف يعمل حاجه. لا ايه مدهول؟ لا ما بعد كبرت بقى بقيت بعرف شويه. لا حاجات حلوه الحقيقه حقيقي. اللي عامل الديكور ده عنده ذوق. الحمد لله كويس انه بيرجعنا لل. شفتي مصر جميله ازاي؟ قوي. هي شايفه مصر جميله، البيبان الجميل. مصر جميله وتدخل حاجات غريبة مصر. زي ايه؟ القديم في الجديد في الجديد في القديم واللي فوق واللي تحت. بسم الله ما شاء الله. فرحانة انت جدا. فكريني بأول ما عرفتي ان المسلسل بكيزة وزغلول ابتدى يتذاع. الناس عايزة تعرف كواليس المسلسل ده قوي. انا كنت مخضوضة قوي. مخضوضة وعارفة انه مش هينجح. صدقيني اتقعد اول مرة. ليه بقى؟ سوري انا كنت طبيعيه زياده عن اللزوم وانتي واللي معايا. فقلت لا 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 الناس عايزين من الباب او ايه الوهاب ونعم واحم والحاجات دي. قلت لا احنا حاجه جديده، دي اول مره تحصل دي في التلفزيون. انتي ناسيه؟ لا مش ناسيه، انا فاكره كويس ان احنا. فالناس صعقوا. انا اتقلي انا في الشارع كانوا يخطفوني والله. من عيني ومن ودني حاجات عجيبة قوي دي مش أي دقال. بصي احنا صورنا المسلسل وقعدنا شوية مش عارفين الأستاذ حسين القلة بيوزعه ازاي. كويس. جه علينا كريسماس وراس السنة، أعياد الكريسماس وراس السنة، مش قادرة افتكر سنة كام وبلاش تسأليني. ايوه طبعا معلش. تقريبا 86. فروحنا اتعزمنا في حفله في اوتيل او حاجه، حفله كريسماس. اقول لك فقابلنا في كلوش دور. في كلوش دور. حلو قوي. قابلنا ناس لبنانيين. ايوه انت عارفه كانوا اللبنانيين بيجوا يحتفلوا بكريسماس هنا كده كذا سنه عملوا كده. فقالوا لنا رحبوا بيها انا وانت جدا. أيوة. فاحنا اتخضنا قلنا هو في ايه. فاتاري المسلسل كانت ذاع في بيروت. يا سلام. فقالوا ده احنا شفنا لكم مسلسل يجنن مش معقول. فاحنا اتهبلنا بقى انا وانت قلنا لهم فين ربنا يخليكم. والله العظيم. فايه جت بشاير امل كده لحد ما اتذاع المسلسل. انا فاكره يا سوسكا انه في الحلقه الثالثه قاعده انا وجوزي بنتفرج عليه، فالجرس ضرب دخل. كنا بنبقى قاعدين كده، اللي جاي من باب الشقه عندي يخش تشوفيه بعد حته كده. لقيت منتصر بالله، فاكره منتصر بالله؟ ربنا يسعده ويشفيه ويديله الصحه يعني. راح داخل مندفع. ايه بتقولي؟ بدعي. طب يا حبيبتي دخل مندفع. فاحنا بصينا له قوي كده فقال المسلسل نجح. ايه ده اللحظه دي؟ فقلت له مش عرفك؟ قال الشارع فاضي. لا والله العظيم. بسم الله ما شاء الله. فهنحكي بقى على اما كنا بنصور انا وانتي، يعني مثلا تعالي ناخد امثله الناس بتقف عندها قوي في المسلسل وتقول هتعمل ازاي، كنتوا بتعملوا ايه. كان لافت نظر الناس قوي انه احمد بدر الدين الله يرحمه المخرج كان سايب لنا المناطق حره قوي. فاكره حاجه منها؟
من المناطق الحرة دي اللي كنا بنسرح كده ثلاث ارباع المسلسل. ايوه انا بالذات كنت بخرج انت كنت ملتزمه شويه عشان يعني خايفه مني. ايوه وخايفه عشان يعني مسلسل كبير كبير حقيقي ولازم نضحك. وفعلا احنا كنا بنموت على روحنا من الضحك انا وانت. احنا بموت ومصطفى ومين كلهم وحسن في مشهد اللي احنا بنكلم فيه صلاح قبيل الله يرحمه لما انت قفشتيني ببيع الفل فاكره فاتغصتي قوي ازاي انا ببيع الفل واروح اجيب بتمن واكل واقعد اكل فراخ لوحدي وانت تحقدي عليا فنزلتي تقلديني وتنلقطي فل فاكره على المشهد ده بكيزه هانم راحت تبيع فل الاول نزلتي تحاولي تلمي فل من على الشجر فروحتي واقعه من على الكرسي فطلعنا خدتك وطلعتك الاوضه فجات لك فكره اننا نكلم الدكتور عشان انت كنت بتبصبصي له وعايزه باي طريقه اننا نجيبه البيت باي طريقه فاكره المشهد ده انا المشهد ده انا مت مني حكتي يا سعاده وسمعت مساء الخير يا فندم انا زغلول من طرف بكيزه هانم الدرمالي الشغاله بتاعتي انا البون ايوه سيادتك افتكرتني اهلا يا بيه استباكيزه تعبانه قوي تعبانه وقعت ركبتها ورمه طلع زي القلقاس طلع من ركبتها زي القلقاس يا دكتور ليش قلقيس فيها قلقيس ما تضحكنيش خليني الراجل اسبق عليها بكدبه بقى ايوه دكتور طلع على اسم ركبتها حالتها وحشه قوي بتتالم قوي يا دكتور وبتشوح كانت هتطلب كونسلت من باريس كانت هتطلب كومساري في كونسلت بارتي دكاتره بارتي اورطه شله ايوه شله من... كانت هتطلب شله من دكاتره من الصملوط باريس فرنسا يا دكتور كانت هتطلب اورطه يجوا بالطيران صباح ركب على التلاتة ما تخلينيش اقول كلام عبيط المشهد ده انت ابتديتي تهلفطي وتقولي كلام وانت المفروض انا اللي بكلمه وانت عماله تمليني اقول له ايه فعماله تقولي لي اقول له كذا دي تعبانه خالص فانا اقول له تعبانه خالص يا دكتور بتموت فتقولي لي قولي له ازاز عينها واقعه احنا متنا على روحنا من الضحك مفروض اني بقول له فاقول لك ايه ما تضحكنيش عشان كل ده طبيعي كل ده مش مكتوب والله كميه الحاجات اللي انت العهات اللي جبتيها لنفسك انا ما شفتش اتنين جم زينا ابدا يا اسعد معلش سوري يعني في طبعا حلوين ايوه كده نوار يا حلو مش قاعده يطفيالي على طول اللي انا بقوله يعني احنا كنا يعني اي كلام بيجي بس في النص طبعا وانت تقولي لي يا سوسكا يعني ادخلي في النص انا ماليش دعوه بالنصوص النصوص اللي هتوديني في ده فكنت بقول كلام وانت بتردي عليا بس حلو. طب هقول لك حاجه في مشهد تاني بقى اللي انا افتكرتك بيه دلوقتي ده خلينا نشوفه شوف انت اولا مناظرنا خلي بالك من مناظرنا بصي يا سلام بنتي مروحه يا عيني انا بعمل فيكي امان
لازم ننساه. شجعت انا الموت. ايوه انتي ما بتستحملش طول عمرها شعرها كله ابدا. شفتوا ناس كده علينا ما فيش صابون ما فيش ميه كلامها الناس هي المسكينه هتنام ازاي دي ولا تعمل ايه جت منين نسيت النبي يا ربي يا ربي يا جمال. هي المرود بتاع هي يا ستي انت ما اتحكمتيش لوحدي ليه؟ مش ده برضه بيت محمد بيه العشماوي الله يرحمه؟ ايوه اهو وست الباكيزه هنا من الدرام اللي الله يخليك. ايوه انا روحه فين؟ داخله فين؟ داخله نام بيت ابوكي؟ ايوه صح ده بيت ابويا. ليه ابوكي مين؟ انا زغلول محمد العشماوي. يا ست يا مرحبا يا ست يا ست. ده كان في الحلقة مش معقول يا سعاد مش معقول حقيقي. الحلقة التالتة كنا استعرضنا حالتك المهببة بعد ما فلست ولا ملي وشغل بقى كوبانية النور فاكرة ووصل النور والمية مقطعة وفايزة لما خبطتك روسية فاكرة الأيام دي خبطتني تمام وأنا جيت جنبها كده وشوشة الإعادة يعني على مهلك علاش على مهلك والله ورمت عشان أقدر أصور أكمل والميكروباص شغل الميكروباص ولما روحتي النادي وصاحبتك وقع وانت قلبتي سرقتي السندوتشات منها وبعدين وقع النادي. منك عمل مش هيتكرر تاني وجاي كده يعني موضب نلهوش ولا كده وانت اقول لك معرفش انا عايزه كده طب ما تعملي كده اسعاد وانت تكتبي وتضحكي وتضحكيني وتضحكيني لا كان ايام حلوه. في الوقت ده كان فعلا احنا بقينا الدويتو اللي يعني الناس بتحب قوي وكان نفسها نكمل قوي قوي السلسله دي بس يعني الظروف ما سمحتش. عملنا مسرح عملنا نص انا نص انت بس انا لسه عايزه اوريكي برضو لو تفتكري فاكره مشهد التعبان يا ربي احكي لي فاكره حقيقه ده كان بحقيقه يعني انا اترعبت انت يا اسعاد كنت بتعملي فيا فصول يعني انت كاتبه الحاجه دي وكمان بتعمليها ليا وانا قاعده في الشط. احنا ما رضيناش نقول احمد والله مش انا الله يرحمه احمد بدر الدين احمد جاينا الله يرحمه كان بيتعمل قال عشان اخد رد فعل حقيقي نحط لها التعبان تحت الغطا يا رب يا رب. عملنا ايه بقى احنا التعبان جابوا الراجل اللي هو طرمته الرفاعي او كده فتحنا له دوله وفتحوا وصفوا كل السم يا من الغدد ربي والله لو كنت قلتولي ما كنت طلعت من الاستوديو كله من البلاتو كله والله يا سعاد. انت فاكره انه المشهد ده الكاميرا اتهزت فيه من التعبان مش من التعبان من حسن مصطفى اللي واقف ورا الكاميرا مش واخد خوانا برضو انا الحقيقه كنت شريره يعني انا كنت بتآمر مع احمد بدر الدين عشان ناخد منك الرياكشن الطبيعي فالمهم نزلت الاول قعدت شفتهم وهم بيشقوا صداغ التعبان كده ويفضوا يا رب وراحوا مع معضدينه حاجه كده برضو فضوا النياب
خالص، فبقى التعبان هارملس، بس كل الحكايه انه بيتحرك. طب كويس خلاص كويش. وانا اتاكدت بنفسي، قعدت مع ان المنظر مش امور يعني ابدا، ولفناه لك وحطيناه تحت اللحاف ولا مش فاكره. لا ده انت جرأة جدا. اه وحسن واقف، حسن مصطفى مش بيخاف، بيفلسع بدون النظر اللي هو بيدوس مين، مش قضيته خالص. فانت اول ما عملتي كده لقيتي التعبان ابتديت صرخي، فحسن نفسه وهو واقف ورا الكاميرا راح شايط المصور وطالع يجري، فاحنا بنحاول نجيب الكادر لانه مش هيتصور تاني، وانت بتصوتي والتعبان سرح راح على كورنر كده. ما قلناش ولا انت. اه يا خلاص مش ده حقيقي يا جماعة، ده حقيقي. ده بصي بقى، بصي السنس بتاعها، هي المفروض قاعدة بس أحمد قال لها اكشفي الغطا، هي مش عارفة هتكشف الغطا ليه على إيه كمان، فكشفت الغطا، فالغطا فلقت تعبان، فرجع الغطا طبيعي غطى التعبان، هي السنس بتاعها قال لها لا ده البطل بتاع المشهد ده، راحت راجعه كشفه رغم ان هي بجد خايفه. راحت راجعه كشفه الغطا تاني لانه حست ان المشهد ده بطوله الاخ. سمعت الصريخ بتاعي شكله ايه؟ حقيقي حقيقي. ما كملش بقى لان فعلا حسن مصطفى راح شايط المخرج المصور، فالمصور بعزق وما عرفناش نكمله، لان هو حتى قام المصور وابتدى يصور حسن وهو بيجري ويجيب اللي حصل في الاستوديو، ما كملش بقى. طب في مقلب تاني برضو بتاع الكشري فاكراه؟ طبعا. ايه اللي حصل؟ طبعا انا اتشتمت فيها من الكومبارس. حصل ايه؟ انا لما انا وزعت انت واحد كشري وانت ايه، وفي الطبليه تحت الكشري وايه والصلصه كله، الحله جبنه حله كبيره. هو احمد بدر الدين، احنا ما كناش لاقيين كومبارس في اليوم ده لو تفتكر، يعني انت كنت بتعملي مع احمد كل البلاوي اللي حصل. بصراحه انا بعترف دلوقتي اعرف بعد 10 سنين. لا هم 10 امال كام؟ 15 ماشي 15 15 ماشي عشان سننا. هات مشهد الكشري. يا سلام، احنا هنا بنحضر عشان عملنا مشروع عشان نبيع، عشان نبيع ونجيب فلوس. احمد قال هم كانوا بنايين في العماره اللي جنبنا، فاحنا قلنا احسن حاجه نجيب ناس حقيقيه. فاحمد راح قال للعمال دول الرجاله دي، قال لهم لو واحده ست قلعتكم الطواقي هتبقى بتشتمكم خلاص. وجي قال لك بصي بقى عشان تقول لهم اغسلي ايديكم ومش عارفه ايه تقلعيهم الطواقي. انا لما لقيته هو بيدبر المكيده دي لو تلاحظي في المشهد حركتي طلع تجري. يعني حطيت اخر طبق. ما انا عرفت دي وبعت وجيت عملت الواد بس انت البرنامج انت مين ده لقني في قلب الترابيزه والله. وانت جريت انا جريت ابعد يا ربي عليك يا سعاد. راحت عامله ايه؟ قالت انتوا اللي مدبرين ده، معرفش بقى باين هنا ولا لا مش فاكره، ورحتي ماسكه حله الكشري ضربانه بيها، فجت في الكاميرا
الحله، ففجاه العدسه كلها رز ملزقه في العدسه كده، وانا واحمد بدر الدين في اخر الدقي ملناش علاقه. طبعا جريت وراك ما لقيتكوش خالص. حاجات مش هتتعوض. في مشاهد حلوه قوي. لا حلو، شوف الديفيليه، فاكره الديفيليه؟ الديفيليه طبعا. يا ربي يا ربي على الديفيليه. اه الديفيليه ده انت رحتي جبتي الهدوم، اه نقيتي من محل كده ورحتي جبتي الهدوم اللي احنا هنعرضها. محل ايه اللي هيتحطوا واللي انا وانت هنلبسه؟ اه اه اللي هم بعد كده طلعتي انت من عندي انا من دولابك. وفي المشهد ده مثلا مصطفى متولي الله يرحمه كان عامل فيه مشهد يجنن، هو مذيع وبيزيد في المقاله، اما الدكتور بقى عمر اللي هو صلاح قبيل قال له بص انت في مأزق، المذيع ما جاش وانت في مأزق، هتذيع انت الديفيليه. وبعدين عندك مثلا منطقه تانية بتاعت لما احنا رحنا انا وانت نترازل على صلاح قبيل عشان بنته، واحنا فاكرين ان هي واحده ست معاه بيحبها، فاكره ده؟ ورحنا اترخمنا ورجعنا البيت عملنا المشهد بتاع الرجلين. ايوه اللي في الطشت. أيوة. كان اول مره في تاريخ الفيديو ان في مشهد بطوله رجلين، صوابع رجلين مبدئيا. يا سبحان الله، كان الجمال كله واحنا كنا لطاف، الكاس كله كان حلو. لو كان معانا عربية كنا مشينا وراهم وعرفنا البتاعة دي ساكنة فين، كنا برضك عرفنا هي تبع مين فيهم. أنا مش فاهمة إيه اللي عاجبهم فيه، وحتى عجر مدهنينة كده، تيجي إيه فيا أنا دي؟ تيجي إيه؟ تيجي إيه؟ ولا فيا أنا؟ تيجي إيه؟ تيجي تيجي زينتك مش انا احلى منها بكتير. شوفي شوفي جمال، شوفي 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 حلاوتي، شوفي جزمي وشوفي راسي، شوفي عينيا، شوفي 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 منخري، شوفي يا سلام يا سلام. بس صبعك ده مفتوح عندها اكتر. في بقى ناس طالبه هنا المشهد اللي جاي ده، عايزين يشوفوه. بصي فاكره ده؟ لا ترقصي مع صلاح قبيل بس. ده المفروض ان انت خارجه مع الدكتور عمر، فالدكتور عمر جابني لان بصعب عليه اجي معاكم الاخر. انا كنت يعني رافضه. انت رافضه طبعا، تقولي له ايه دي اللي هناخدها معانا. فلبستيني حميتيني ولبستيني هدومك. عملنا واحنا داخلين سينا، بس ما سمعتش قوي اللي هي لما بنتناقش انا وانت في صوابع رجلين. اه ان انا بقول لك صوابع رجليا راكبه على بعض، فانت تقولي مش ممكن هنتكلم صوابع رجلين دلوقتي يا امي، احنا داخلين نايت كلاب، تقولي صوابع، اقول لك ايوه ما هم راكبين على بعض. ما اشرح لك بالتفصيل الممل ايه اللي بيجرى. انا بقى بموت في فين بقى لما قعدت اكل، فانتوا قعدت اترازل اقول لكم مش عايزه ده، عايزه ابن اللي بتاكلوا منه مش عارفه ايه، فولقيتوني بزروت الدنيا، فتقررتوا تاكلوني. انا قمت وقمت. فانا بقى جالي احساس بمسك ايديكي. ايه؟ كنت بمسك ايديك وبتاكل. لان هي بتاكلني، فانا جالي احساس ان انا عيله صغيره وربطت لي الفوطه، فابتديت ايه اتهز على الكرسي كده وهي بتاكلني، فهي بيني وبينها تقول لي انت بتعملي ايه في بيتك؟ اقول لها انت عيله كده، وابتدت تاكلني. المشهد ده برده فري خالص. وبعدين رحت قايمه فاتحكوا بيقفل المشهد في الاخر
بتضربيني في البيت بتعجنيني وبتقولي لي انا يتقال لي مش عارف خدوا 10 جنيه وطبق مكرونه. بضربك بجد. ايوه كانت بتعضني. وانت بتقولي لي بعد المشا انت بتضربيني بجد؟ كانت بتعضني الست دي كانت بتعضني. انت كنت تستاهلي القرش والاكل من اللي عملتيه فيا يا سعاد. بعد كده رحنا بقى عملنا الفيلم. فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول. صوري المسرح اقيم بكتير اللي احنا عملناه في المسرح. الحقيقة. انت احنا ما صورناش اصلا نص انا ونص انت للأسف. بس دي كانت رواية فظيعة رخرة. طب ما تيجي نصورها يا سعاد. انت بتهزري؟ لا مش بهزر. الحاجات دي ما تروحش كده. يلا. انا عندي النص لسه موجود. كويس. بخط ايد استاذ احمد عفيفي. ونعمل اب تو ديت دلوقتي الحاجات اللي انت بتهرجي الناس بتسمع الكلام ده وهترتبط بيه. انتوا سامعين؟ طيب هنعملها عشان خاطرهم بس تيجوا تدفعوا فلوس. طيب بتضحكوا ازاي؟ نص انا نص انت. قررنا اننا الاستاذ سمير خفاجه برضو قرر انه يستغل هذا الثنائي. فعملنا المسرحيه دي وكانت بطوله استاذ اسامه عباس. أيوة. معانا وشريف منير. ايوه ومحمد الشرقاوي الله يرحمه. شريف طلع من هنا كمان. شريف طلع من بكيزه وزغلول. بكيزه وزغلول. شريف كان عمل حاجه وبعدين لمع قوي في بكيزه وزغلول. وكمل بقى الله يكلهم حلوين اللي كانوا ويانا قوي. المسرحيه دي كانت اخراج استاذ حسين كمال. ايوه كنا عاملين فيها شخصيتين عكس بقى. انا الكومبارس القليطة قوي اللي كانت متجوزه الراجل وانتي مراته المعدده. ايوه كانت تركيبه كده مش عارفه نحرقها ولا ما نحرقهاش. لو انتي صادقه في كلامك لا هنعملها على المسرح. تيجي؟ ايوه بجد بجد بجد. خلاص عملنا الفيلم قبلها يعني. عملنا الفيلم ومن الفيلم عملنا رحنا عملنا نص انا نص انتي. الفيلم كان غيرنا بقى الوضع بقى. احنا بقى المفروض في المسلسل خليني احكي حكايه سمير غانم لما جه قفل معانا المسلسل فاكره؟ ايوه طبعا. طبعا لانه احنا لما جه سمير معايا في البرنامج هنا برضو ذكرنا المشهد ده. في اخر المسلسل المفروض ان سمير غانم خد البيت بقى قال لنا انا عفة. أيوة. العشماوي واحنا اتشردنا. محمد العشماوي. وحرب الست بكيزه هانم الدراميلي سموا وبنته الانسه زغلول محمد العشماوي. انا لو سمحتوا رايح فين؟ انا داخل. داخل فين؟ هو بيت ابوك؟ فعلا ده بيت ابويا. ليه انت مين؟ أنا عفة محمد العشماوي ابن المرحوم محمد العشماوي. إيه؟ أنتوا مين؟ فابتدينا الفيلم أنا وأنتي وإحنا متشردين على السطوح. أيوه وكان معانا وحيد سيف الله يرحمه. وحيد الله يرحمه. قمر. كان مجنن. احكي لي عن وحيد، تعرفي إيه عن وحيد؟ رأيك إيه في وحيد؟ بيعشق فنه. يعني كاركتير رهيب. ما حدش لا هيجي زيه ولا هيقلده. مش ممكن مش ممكن. دول حاجات طلعت ونجحت قوي وبقى ليها شعبيه جامده قوي. ما حدش بديل يعني. ما فيش حد كوميديان لحد بديل. لا اولا مش هيجي زيه تاني. لا. لكن نتمنى يبقى في منه كتير. هو كان راجل لا على صوره تانيه ممكن. على اسلوب تاني. على تيجي سعد يونس، تيجي سهير البابلي، تيجي مين، تيجي بس يعملوا الكوميديا الحلوه اللي احنا عملناها. انت شايفه النهارده في كوميديا حلوه؟ بتشوفي حاجه؟ بتتفرجي على حاجه؟ يعني حاجات قليل لما تضحكني. زي قوليلي. لا انت عارفه ان انا مخي سايح شويه. يعني شفتي مع احمد مكي مثلا؟ شفت احمد مكي. ايه رايك؟ انا بيعجبني. بيعجبني.
سامبل وحلو. حلو في كلامه في الديالوج بتاعه. شفتي طبعا حاجات لمحمد سعد اكيد يعني. طبعا انا بحبه جدا مش كده، انا بحب حركاته يعني ايه، في ساعات اوفر طبعا قوي، بس انا بحبه وبحترمه في نفس الوقت. فاكره له حاجه؟ شفتي قطاطه؟ اه ايه رايك في شخصيه قطاطه؟ حلو، شخصيه يعني شخصيه بقت متداوله. خالص. شفتيها انت ايه اللي في ايه فيها قطاطه؟ دي صديقتي الحميمة. ايه اكتر حاجة بتعجبك فيه في سعد؟ على المستوى الشخصي سيبك، ابن بلد وجدع وصاحب صاحبه وود يعني ابن جدع، انا ما اعرفوش شخصيا. ود عترة عترة يعني. مع انه راجل يعني مش صغير، لكن ما هو احنا مع بعض يعني بنقول ود عترة. في السينما هو عنده ستايل عايز يعمله، وعنده شخصيات يوجدها، ولما حاول يغير بناء على طلب الناس مش مالكها قوي، فما سمعتش معاه. انا بحبه بالكاركتير اللي بيعمله. هو فيه، واللي انا عارفاه عن محمد كمان انه لسه عنده في الجعبه او في الشنطه كام كاركتر تاني. انا عارفه واحد منهم ابن لذينه فظيع، بس هو لسه ما طلعوش. شخصيه فظيعه مش عايزه احرقها له عشان يوم ما يطلع. سعد في السهره وطلعي منه، قولي له انت قولي له يا محمد يا سعد تعالى علشان عايزين نطلع من الجعبه الحاجات اللي انت لسه ما خرجتهاش، ونشتغل بيها وانت تشتغل بيها يعني. تعالى يا محمد يا سعد عشان سعد تطلع من الجعبه. هي الوحيده اللي بتعرف الجعبه دي فين فيك، تعالى. الفيلم بقى مثلا من الحاجات اللي الناس حباها قوي من الفيلم طبعا علاقتنا في الاوضه، وطبعا وحيد سيف شقوه بالقنطاوي، فاكره الصريخ بتاعه مجنون مننا. انا في مشهد هنحطه بتاع شافه هنا ولا لا، لما فوق السطح هو وانا لما الناس ماتوا عندنا، فاكره الصريخ والصويت اللي كان على السطوح بقى لما هو دخل، رحنا خبطنا عليه واغمى علينا. فلما جه يوسف شعبان ومفيد عاشور، فانت بتقول لهم في اربعه ماتوا وبنحكي حكايه لا يمكن تصدق، لا يمكن. فهو اتجنن قال حرب الخليج دايره في اوضتكم، وجري عليكي شالك انت، شالك وانا بعضه. لما كنا نايمين على المرتبه وبنلحق يا رب على الضحك اللي ضحكنا. تعالي نبص على المشهد كده. ده انا قتلت فروع ابو شنب فضه وابو تلعب في وشه وابو رجل مسلوخ. ما تصدقهاش يا سعاده البيت، هم قتلوا بعض ودفنوا بعض كمان. انتوا هتجننونا، حرب الخليج دايرة عندكم في الاوضه وانا مش سالي. انا يا راجل يا مجنون. شعري الناس دول عيال عشماوي اللي بيعدم الناس. ايوه هيتكلموا في ايه غير الاكل؟ وبيحضروا ارواح في الاوضه ساعه بيه، بيحضروا ارواح وبيعملوا اعمال سفلي. دول بيخططوا لسرق البنك. انت فعلا خليتيني اوصل على المرتبه اللي بتعمليه فيا وانا اللي بعمله فيك. حاجة واقعية بطريقة جميلة. نكمل بقى لحضرتك. عايزة تشوفي المشاهد ولا لا؟ لا حبها، حابة تشوفي جدا. طب فكريني بالأيام الحلوة. أيوة، ما أنا بفكرك علشان أنت دلوقتي قلتي جملة خطيرة جدا. نعمل مسلسل. نعمل طيب. المسرح. المسرح يا ريت ومسلسل. الكلمة اللي طلعت منك دي إيه؟ أنا قلت إيه يا جماعة؟ قلتي مسرح وقلتي مسلسل دلوقتي. طيب. نعمل الاثنين. مسلسل والمسرح. مسرح وتحفة، بس المسلسل قوي معانا في الحاجات دي. نعمل بكيزة وزغلول يا ريت، بس ايه بقى باسلوب ايه؟ واحنا دلوقتي كبروا صلين. لا خليني بقى انا بقيت الحاجة بكيزة. تمام. كبرنا بقى وبقينا متموزلات وهنعمل ده، فنشوف. يلا خلاص، احنا بنحضر المفاجأة دي. المؤلفة والممثلة والممثلة الكوميديان. ده انت ست الكوميديانات يا حبيبتي. يا حبيبتي والله. شوفي، عملتي عطية الإرهابية. وعملتي على الرصيف. ضحكنا فيه.
طبعا انت عندك على الرصيف ده رصيد عملتيه مع الناس بعد ريا خليني في ريا وسكينه. أيوة. ازاي عرفتي انك انت هتشتغلي مع شاديه؟ فاكره انا كان بيجي لي والله ضربات قلب اول ما سمعت من سمير خفاي وقال ايه رايك لما نجيب لك شاديه؟ انا اتخضيت. شاديه كان سوبر ستار السينما. بس بلاش انت بتقولي سمير خفاي بتكلمي بس انت جنن. شاديه جاب شاديه كانت سعيده جدا وكنا اخوات حلوين قوي. ما تترعشيش عشان انا ما اترعش. انت قلتي ايه يا اختي؟ انا 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 وانت يا سكينة انا وانت هنشيلوها وندفنوها. لا ما فيش نوها. يعني ايه ما فيش نوها؟ امال في ايه؟ في نيحة. ايه ما فيش في نيحة؟ نيحة ما فيش نوها في نيحة. خلاص انا وانتي نشيليها وندفنيها. ايه يا سكينه تعالي هنا اهوت. ايه انت عايزه راجل؟ اشتغلت العمل مع استاذ مدبولي وحمدي احمد استاذ حمدي احمد. ايوه واشتغل بداله احمد بدير. ما هنا بقى احمد اللي انت بقى فرشتي له وظبطتي معاه مشاهدكم. كان لسه جديد عامل روايه او روايتين. فعملتي معاه انت دويتو خاص كمان جدا في رايك. بس فيه. احمد بدير انسان كوميديان حلو. شوفي انت شوفي مشهدك بتاع الفطار اللي انت عاملاه معاه وهو قاعد يزلط البيض وانا ببص له كده. لا راجل يساعد اللي وياه قوي. راجل ممثل حلو عارف بيقول ايه. المشهد ده اتخلق كده امتى بتاع البيض والبيضه؟ واحنا على المسرح. واحنا على المسرح. ازاي واحنا على المسرح؟ هو مثلا كان في يوم جعان فابتدى ياكل أكل زياده كتير. فانت حسيتي انه معطلك ففضلك. وانا بصله كده لو شفتينا يعني مش ممكن يعني قول بقى اي حاجه. نغنيستي دلعني. انا كل الناس بتاكل عشان تتخن وانت بتاكل عشان تطول. يا غزال ناس يا غزال انت يا غزال. ويا سيدي المرسي انا ما تعشيت من ليله الصباحيه سبت لك الصينيه كلها يا عبعال عشان تتغذى. اديني له. انا ما تعشيتش من امبارح. اديني حته خيار. انا مش همدي ايدي لما انا مؤدبه. اديني بيضه. اديني بيضه. هات بيضة وانت بيضة. ايوه ايه هات التانية دي. هات دي. انت شايل اللوز قبل الجواز؟ ايه يا عبعال؟ البيضة بتنزل مسلقان كأنها نازلة كده. ده عيب. احنا في الصباحية امال في الاربعين هتعمل ايه؟ عيب كمان اما تعمل بالونة هنا ولا بتاع دي. وكلني اوكلك بيه بايديك وانا اكل بيه يا ساتر. لو كتاب الله كتاب الله ما هو تمثيل وبجد وبحق وحقيقي. ايه وعمال تاكل ومستكرني. المخرج قال له بتاكل وتكلم. الكوميديا بتطلع من الحاجات دي. انك تعلقي انك تبصي لي. انت عملتي حاجه لطيفه قوي برضو في رايا وسكينه لما كنتوا في السوق ونزلت الغنوه بتاعه لا مش الغنوه البيان. فانت قايله للناس سعيد صالح. ولع الراج. ولع يا اختي ولع عشان نشوف الاسعار. هذا ما وافانا به مندوبنا في جهات الأمن عن آخر ما وصلت إليه التحريات في موضوع خطف السيدات. فقد تمكن البوليس من معرفة بعض أوصاف المصوغات التي كانت ترتديها النساء المخطوفات. يا مصيبتي يا خرابي. ولا كلمة. ايه
استنوا. ايه حصل؟ بتقول ايه يا واد انت؟ واد انت ما انت سامع يا اخويا، ما تستعبطش. ما حبيتيش انه المناسبة تعدي من غير ما الناس تعرف ان سعيد عمل لطافة، يعني جه لطافة راح عمل جس البيان انه يخدمنا ويقول المذيع. فدي كانت لافتة، لانه الى الان الناس بتحب اللحظة دي قوي لما انت بتعترفي بانه بفضله طبعاً. انه جه عمل جست وراح اعمل لكم التسجيل ده بصوته. سعيد الله يرحمك يا سعيد. هنا محطة كامب شزار، جانا الملحق ده الان، والستة ضحية غنية اسمها عيوشة سنان. سك المتنيل دوا لسه في عندي بيان اخر سك المتنيل دوا لسه في عندي بيان اخرس اخرس كاكا قطع لسانك، ده انت مربي اللجنة. بطل اشعال 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 شفت ازاي تقدير الناس لبعض؟ هو بيساعد قوي، مش زي ناس تانية ابدا ابدا، مش اي اي ممثل ولا اي ممثلة. سعيد يساعد على المسرح وزملائه بره المسرح كله. الله يرحمه. سعيد ساعد يونس كتير جدا في مدرسة المشاغبين وسنده. هو اللي ساعده. هو اللي طلع يونس، معلش ربنا اللي طلع كل ده، بس هو وقف جنبه قوي. انا شفت في بروفات لما كنت باجي اشحت منكم برامج تسجلوا لنا، شفته وهو بيفرش له في حته ما بيجمعش ومع البروفات. كنا بنقعد انا وايناس نستنى كتير ولا سائل عنا، يعني نبص له نحولله نقول له خلاص يلا ابدا. ومن هنا يونس الله يرحمه طلع سن طن طن ضنه. ايوه واللي احنا بنقول الكلام ده يا عم بنقوله، بس قول بس تقول سن طن طن ضنه. امال ايه؟ انا كل ساعه لسه قايلها الاول امبارح وقاعد يقول بس. قايلها لمين؟ قايلها لمين ايه؟ اسمه ايه ده اللي هناك ده؟ اللي هو ده ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ ما هو معانا هنا في الفصل. امال يقول بس. لا هو اسمه ايه؟ لا انا عارفه، انا عارف اسمه، مالكش دعوه باسمه، بس قول لي عارفه اسمه ايه؟ انا عارفه يا اخي، بس هو مش واخد باله مني، بس قول بس. قلت سنطنطنطنو؟ ايوه. انت ما بتسمعش كمان يا؟ لا قولها قدامي، قول سنطنطنطنو. سن 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 البتاع اللي انت عملتها دي، قول بقى. انا بنقول كل حاجه يا عم. ايوه هي دي بقى، قول بقى الحاجات اللي بقى. مرس ابن المعلم الزنات اتهزم يا رجاله. ايوه اهوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل ايه؟ منز. ايوه يا جدع منز، الله يخرب عقلك يا جدع والله منز. وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. هذه الفنانة المعجونة بالفن، كتلة البراءة والتوهج والتوحش والكوميديا على المسرح. كتير ما عرفوش ان بدايتها كانت منذ طفلتها، منذ الصغر كان والدها متنبئ، اول واحد تنبأ ليها انها تكون فنانة، لانها كانت دايما بتقلد كل اللي بتشوفهم وبتقلد كل الاعمال اللي لو راحت السينما كانت ترجع تاني عيد البيت تقلد هذه الاعمال. وتقدمت باورقها الى عندما نجحت الثانويه العامه الى معهد الفنون المسرحيه ومعهد الموسيقى العربيه في آن واحد. السيده سهير البابلي اتاسست واتكونت في فتره جاده جدا، وهي فتره الخمسينيات من تاريخ المسرح. وكون انها دخلت معهد ومكملتش وحبت تخوض غمار الحياه والتجربه العمليه منذ وقت مبكر في المسرح القومي، كانت بتقوم بادوار صغيره في بدايتها، لكن يعني عندما
نضجت وخدت خبرة، أصبحت ممثلة تراجيديا عالية جداً في البداية، ثم تحولت إلى الكوميديا فيما بعد. جاءت البداية ليست في السينما، ولكن جاءت البداية من خلال المسرح المصري وتحديداً في القطاع العام. لا يمكن نتكلم على سوري بابلي ولا نذكر أعمالها في هذا في مسرح القطاع العام مع مجموعة من عتاولة الفن في المصري، سواء كمخرجين زي عبد الرحيم الزرقاني أو فتوح نشاطي أو جلال الشرقاوي أو حمد غيس أو غيرهم من عمالقة فن الإخراج المسرحي. دائماً حتى في الأدوار الصغيرة تترك بصمة. أذكر في مسرحية سليمان الحلبي عملت دور بنت حداية الأعرج، يظل الدور وتأثير الدور طوال المسرحية حتى نهايتها، رغم أنها دور تاني أو تالت. بس للأسف الشديد إحنا ما عندناش ذاكرة فنية. الذاكرة الفنية بمعنى أن ما فيش تاريخ للفنان المصري. أحد المتخصصين بعيب على أجهزة الدولة أن ما فيش أرشيف لهذه الفنانة. سيوري البابلي بتحب شغلها، بتحب مهنتها، وأتقنتها من الممارسة والدأب والصبر حتى أنها بقت متمكنة. وأذكر أنها مرة في حديث كان عند الأستاذ محمود الحديني الممثل الكبير، وأنا كنت قاعد معاهم، فبتقول له إنها لمتمكنة، يعني بتقولها بسخرية لكنها فعلا حريصة إنها تبقى متمكنة متقنة لشغلها. عملتي بقى حاجة معرفش دي فادتك ولا ضرتك، اللي هي لما عملتي في أميرة حبي أنا. إيه أنت جايب أفلام من أيام الصامت؟ ليه مش صامت أول؟ أميرة حبي أنا بتاع سعاد حسني وحسين فهمي، وأنت كنت مرات حسين فهمي. أيوة عملت الفيلن. الفيلن ده ضرك ولا فادك الدور ده؟ ساعات الناس تصدق إنها فيلنة. لا لا لا، ما يصدقوش عليا أبدا إن أنا فيلن. بيضحكوا على الفيلنة، بيضحكوا لأن ليا لهجة، أنا ليا أسلوب في الكلام. كل واحدة فينا كوميديانات ليها ستايل، ليها حركات معينة، ليها ضحكة معينة، ليها بصة. كلنا. أنا فاكرة في نص أنا نص أنت دي كان في مشهد اللي هو يتقال عليه مشهد هادي بقى، ما فيهوش حركة وجري وبتاع، اللي هو قاعدين على جنب كده في المسرح كرسيين كده، وانتي مقرره تقري لي الفنجال. ايوه وانت عايزه تسميني، انتي في اللحظه دي عايزه تسميني وتموتيني. فهي كل يوم ماسكه الفنجال بقى، يعني قياده المشهد في ايدها، هي بتقول ايه او شايفه ايه في الفنجال ربي اعلم. فكل يوم انا اقعد لها كده اقول لها ايوه، هي بقى بتقول حاجه تانية خالص، تقول لي انتي هتتسمي في حنش هيطلع ياكل لغلوغك وهتتسمي، وتقعد تسم في بدن اهلي كده. وانت كنت مصدق؟ انا كنت بموت من الضحك. أيوة. انت مش متخيله اللي كنت بتعمليه فيا، مش معقول. اهو ده اللي بقولك عليه الكوميديا الارتجال، اللي انا كده دي طبيعتي. كان بقى عندها طبع برضو، وهي بتشتغل لو جاعت تبقى ليله سودا. طبعا. فكنا في الدخول بالملابس الرسمية عرضنا على حديقة الأندلس، والموسم اللي بعده رحنا عرضنا فين؟ في مسرح ميامي. مسرح ميامي فيه إيه؟ ممر. أيوة. والممر فيه إيه؟ مطعم جريجي. ما شاء الله عليك يا أختي، مش كنت بتبعتيني أجيب الأكل وفاكرة كل ده؟ يا أروبة مش ممكن. بس ما شاء الله يا أختي. فكانت تخش تقول لي إسعاد بقول لك أنا جعانة، ولو جعانة هاكل ودنك ومش عارفه اشتغل، اتفضلي اطلبي لي اكل من ديسبو. كان اسمها ديسبو الست. فاطلع اقول لديسبو مع جنبين ديسبو في ليه؟ في ليه؟ كنت والسلطه وبنجر. بنجر طبعا. المفيد. عبيته من اول. استني يا حبيبتي من اول. استني ايه عبيته؟ عبيته بالعين ولا بالحاء؟ انت بتقولي عبيته ليه؟ عبيتيه في ايه؟ في شوال ده ولا ايه؟ الله يا ستاني، ما الاقي ياكل ولا الاقي يشرب ولا الاقي حاجه خالص يا ستاني. انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي وانت كل
مختار يا نجم عالم، البنت دي غاويه تشوف سينمات فتصرف. ملناش دعوه بالسينمات ولا الحاجات دي. انت بقى يا ما اكلتيني انا ويسرى. قولي لنا بقى طبيخك يا ست هاني المستعرضه. انتوا فجعانين جدا بجد، انتوا كلتوني ياما كلتوني. كانوا يحبوا الاكل قوي، يحبوا احنا الثلاثه سكر نبات. سهير كانت في المعموره متجوزه استاذ منير مراد، وليلى مراد كانت صاحبه جدتي، وانا كنت عايشه مع جدتي وماما، فشايفاهم عارفاهم بتفرج عليهم، بس كنت بشوفها ست واو حاجه جميله جدا. فات الوقت وجي الوقت وكبرت وجدتي ماتت ودخلت الفن ودخلت التمثيل، وشفت سهير البابلي بقى اللي انا شفتها، هي طبعا مش ممكن كانت تفتكرني وانا صغيره. بقيت اقول لها سوسكا، يعني بقت صح، هي بقت صاحبتي انا مش صاحبه ماما. سهير عشت معاها من اجمل ايام حياتي. سهير تطبخ لي، كنت لازم ابات معاها تقريبا يوماتي. انا وسعاد وسهير لما كنا نقعد ونسهر احنا الثلاثه مع بعض، كانت سهير تفرد لنا مرتبه عندها في البيت، كانت دورها ارضي، ونقعد احنا الثلاثه عليها، هي تطبخ واحنا ناكل على الارض عندها في البيت، وبعدين بقى نكسل نروح. فان بيت يعني بالمره، يعني فول بورد، يعني تيجي تقول لي انتوا جايين لي فول بورد. سافرت انا وهي والملك الله يرحمه فريد شوقي، وكنا بنعمل مسلسل اسمه الشاهد الوحيد، قاعدين في موتيل كل قواتنا قدام بعض، يعني سوسكا هنا، الملك هنا، انا هنا، ما اعرفش يعني، كل الاستاف واخد الاوض بتاعت الكوريدور كله. قالت لي بصي بقى، هاخد حمام وهخش احفظ وهنام بدري. قلت لها اوكي وانا كمان. فهي قالت لي هامله البانيو واخش اخد حمام. قلت لها طب تعالي نقعد مع الملك شويه لحد لما ايه تخشي حمام. طبعا قعدنا مع الملك، نسينا الوقت، احنا قاعدين على الارض، وفجاه لقينا الارض دي بتعوم بينا، غرقت المكان. طبعا كان استاذ سمير خفاجه ربنا يديله الصحه كان هو المنتج، غير كل موكات الارض على حسابه. سوسكا انا دايما اقولها انت تطولي العمر من ضحكتك ومن قلبك الحلو، وكفايه انك تعرف ان في بني ادمه بتحبك في كل سجده بتدعي لك. دي سهير البابلي معايا انا شخصيا. انا بس بحكي على اسرارك الدفينه. ايه هي يا حبيبتي؟ اللي هي لما كنت ما احنا نجوع انا ويسرى ونكلمك، فهي كانت على طول عند جاهزه، ما تفهمش ازاي جاهزه بحمام محشي، انا ما اعرفش ايه الطريقه دي، يعني ازاي بتجيب الحمام محشي، حمام محشي وتشيله فريك في الفريزر او طبعا لازم يتشال في الفريز عشان اول انتوا ما تيجوا اطلع واسيح وتحمري وتدينا. أيوة. وعلمتيني وانت بتحمري الحمام ترش عليه فلفل اسود كده على الوش فيقوم متحرمش قوي. وكنت بتعملي كشك ارهابي ارهابي. ايه تاني بقى عايزين ايه كمان عشان تسمعوا انه كانوا عايشين ازاي؟ الاكل لا ملعب. الاكل بتيجوا عايزين كده وتقعدوا معايا ونضحك قوي لما نموت من الضحك. والملوخيه والرز ايوه حاجه حلوه حقيقي، الصحبه حلو حقيقي. عشنا ايام جميله قوي قوي. ويسرى حبيبتي كانوا ينزلوا، انا بقى كنت ببقى ماشيه معاهم انا نمره ثلاثة دايما، لانه يسرى ميجا ستار في السينما والهانم ميجا ستار مسرح وتلفزيون، وانا يعني بشق يعني لا يا بنتي والله لا 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 تحسي بده عيب يا بنتي عيب. لا اقول الحق بتاع ربنا، لا كانت بطله. كنوا بينزلوا يشتروا حاجات من خان الخليلي كتير، فنمشي احنا الثلاثة في خان الخليلي، هم علموني ازاي تضحك للجمهور وتجامل الجمهور قوي، يعني سوسكا بطريقة ويسرى طول عمرها حتى انت كنت تقولي لها لمي بقك شوية هيفلق ولا هيشقق، فاكرة كنت ما بتضحك للناس مبتسمة حلوة قلبها زي الفل. فأنا كنت بتعلم منهم ازاي
بيجاملوا كل الناس ما بيزهقوش. انت كنت يا بنتي بتشتغلي مذيع او بتدي برامج لايه وايه؟ كنت عارفه كل. لا بس كنت انتوا بالنسبه لي ازاي؟ انت مين يا يسرى؟ لا لا والله انا بقول يسرى اصغر واحده فينا. لا مش موضوع اصغر واكبر، موضوع عندها تجارب. لا عندها كاريزما اكتر او عند او مثلا وإنتي؟ الناس لا انا كنت بحس بكده ان انا متداريه فيكم انتوا الاثنين. انا اسعاد تحجمي نفسك طول عمرك وانا بزعق لك. فاكره كنت اقول لك ايه ده؟ لا لا ليك بدليل انت سوبر ستار يا حبيبتي. يا حبيبتي ربنا يخليكي. بس انا وعقله بقول لك قد ايه الكاريزما بتاعتك يا سوسكا، قد ايه الناس بتحبك. انا احنا هنا ما بنجاملش بعض خلاص. لا. يعني انت ست حققتي اوريدي، مش مستنياني اقول لك الكلام ده، لكن عايزه اقول لك الناس قد ايه بتعشقك عندك كاريزما يعني طوفانيه. الحمد لله كل ده من عند ربنا، كل نجاحك وكل الكاريزما بتاعتي دي ربنا. وحشك المسرح وحشك الشغل؟ يعني مش لا وحشتني، وحشني الألم اللي بيكتب ده عشان أطلع على المسرح. ما عادش قليل فين الضحك؟ أنا أطلع على المسرح عشان أبكيهم؟ لا أو عشان يقعدوا يعني يلا أو سهرة مع فلان؟ لا أنا عايزة الضحك اللي ها 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 ده اللي كنا نقول عليه. مدرسة المشاغبين الرهيبة دي علي سالم مش كده؟ أنا عايزة أقول لك إنه مش تأليف علي سالم؟ المشاغبين علي سالم وإخراج. لا بس هقول لك الحقيقة. لا هقول لك طبعًا جاد شرقاوي ليه يد كبيرة قوي في الإفيهات. لا الأولاد اللي دلوقتي بقى سوبر ستار ولا الله يرحمه وربنا التاني ربنا يبارك له ويخليه الزعيم عادل امام طبعا. انا ما بحبش اقول الزعيم ولا الملك ولا الحاجه دي. هو عادل امام كويس جميل. لان لو الواحد طلع على نفسه حاجات هيطلع بلا لو النبي. والله لكن اللي انا بقوله لك هو هذا الشخص اللي عمل اسم الزعيم. هو ذا الشخص اللي عمل أكبر فنان. عنده حاجاته أدواته. عايز أقول لك كنا حلوين مع بعض. كنا حلوين ولا زلنا حلوين على فكرة. كنا حلوين مع بعض واتك على الكلمة دي يعني. ولا زلنا ونقدر نكمل ونفضل حلوين زي القمر. أنا كل اللي عايز أقوله لك إنه أنت في الفترة اللي يمكن بعدتي شوية أولا وحشتي الناس قوي، لكن أنت كنتي حريصة قوي على إطار البيت وعلى بنتك طبعًا الوحيدة طبعًا طبعًا وعلى أسرتها وعلى أولادها وعلى الـ لا وخلاص يعني استقرار. لا الفترة دي لازم تنتهي ونعمل فترة جديدة. يعني إحنا على مية بيضة وبنبتدي بداية جديدة. وأنا وانت لما نطلع على المسرح أو نعمل مسلسل في التلفزيون انسي. أنا سعيدة جدا جدا بالكلام ده والتصريح ده هيتحسب عليا وعليكي. خلي بالك أنا هخلص هي أروح أبتدي أشتغل. والله يا إسعاد انت كنز يا حبيبتي. اللغه العربيه ايه؟ كنز. كنز فعلا. انت فعلا كنز لان احنا عملنا تيم ورك مع بعض كده. فبستخسر ان العلامات دي تروح من الدنيا دلوقتي. لا احنا هنكمل شغل. بس انا عايزه اقول لك قبل ما اختم انت اشتغلتي إن... لا انت شغلتي نفسك بالتلفزيون. انا بشتغل انا ما اعرفش اقعد في كل حاجه. انا عارف. انا عايزه اقول لك انك انت في برنامج صاحبه السعاده ده احنا بنقول دايما متشكرين لكل واحد ادى بهجه للمصريين واداهم لحظات سعاده. فانت اسعدتي المصريين على مدى سنين كتير، ان كان في مسرح ان كان في تلفزيون ان كان في سينما ان كان في اذاعه. الحمد لله.